السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله اخواني الكرام، معكم اخوكم عيسى من قناة عيسى اند ادفنتشرز. بخصوص اعدادات المصنع، عندنا طريقتين نقدر نعمل فيها اعدادات المصنع. في حالة انك استخدمت الجهاز لفترة مطولة من الوقت، اسبوعين، شهر، شهرين، ولاحظت ان الجهاز صار في نويز كثير، متلخبط، الارقام تروح تنزل تطلع، تحس ان الجهاز فيه لخبطة، فعندك طريقتين اخي الكريم. الطريقة الاولى بانك انت تضغط ضغطة مطولة على هذا الزر اللي هو زر الستارت بهذه الطريقة لمدة 5 أو 10 ثواني، وبالتالي راح يعمل فاكتوري ريسيت، راح يعمل اعدادات المصنع، راح يرجع كل شيء مثل ما كان، مثل ما اول ما اشتريت الجهاز. بالتالي تقدر انت تعدل على الحساسية وترفع الصوت عندك، خليه 25، يعني تتحكم بإعدادات الجهاز. والطريقة الثانية هي أنك تعيد إعدادات ضبط أي نمط أنت تبحث عليه. نشوف هذا النمط مثل ما أنتم شايفين، تضغط على الزر هذا ضغطة مطولة لمدة 5 ثواني، ومن ثم يعيد إعدادات ضبط النمط فقط اللي أنت تبحث عليه من غير الأنماط الثانية. هذه هي الطريقتين.